بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبناء الطلبة من أبناء الصف الأول إعدادي، سنقوم اليوم بدراسة الفعل اللازم والفعل المتعدي. أولا لدينا بعض الأمثلة. نبت الزرع، أولا نبت فعل ماضي مبني على الفتح، الزرع فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، المفعول به لا يوجد. نبت الزرع، نبت هنا فعل لازم لأن الفاعل لا يحتاج إلى مفعول، فعل لا يحتاج إلى مفعول به. عاد الطالب من الامتحان، عاد فعل ماضي مبني على الفتح، الطالب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، من الامتحان اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. فهنا أيضا لا يوجد للفعل مفعول، فهو فعلا لازما. يذهب العامل إلى المصنع، يذهب فعل مضارع مرفوع بالضمة، العامل فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، إلى المصنع اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، وهنا لا يوجد مفعول به. نعرف من ذلك أن الفعل اللازم هو الذي يرفع فعلا ولا يحتاج إلى مفعول به. لدينا بعض الأمثلة لبيان الفعل المتعدي. أولا فهم الطالب الدرس. فهم فعل ماضي مبني على الفتح، الطالب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، الدرس مفعول به وعلامة نصبه الفتحة. في المثال الثاني، ظن أحمد الجو باردا. ظن فعل جامد، أحمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، الجو مفعول به أول، باردا مفعول به ثاني. المثال الثاني، منحت المتفوقين جائزة. منح فعل ماضي مبني على السكون الاتصالي بتاء الفاعل، وتاء الفاعل ضمير مبني في محل رفع فاعل، المتفوقين مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الياء، جائزة مفعول به ثاني منصوب بالفتحة. المثال الثالث، أخبر القائد جنوده النصر ممكنا. أخبر فعل ماضي مبني على الفتح، القائد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، جنوده مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، النصر مفعول به تاني منصوب بالفتحة، ممكنا مفعول به ثالث منصوب بالفتحة. إذن فإن الفعل المتعدي هو الذي لا يكتفي برفع الفاعل ولكن ينصب مفعولا واحدا أو مفعولين أو ثلاث مفاعيل. من الأفعال المتعدية التي تنصب مفعولين، ظن، حسب، زعم، خلا، علم، وجد، رأى، جعل، أعطى، منح، منع، ألبس، كسى. وهناك أفعال متعدية تنصب ثلاث مفاعيل، أرى، أنبأ، نبأ، أعلم، أخبر. الفعل المتعدي يصح أن يتصل به أحد الضمائر الآتية: كاف الخطاب، هاء الغيبة، ياء المتكلم، ناء المتكلمين.